يبقى احنا عندنا كام واحدة؟ ثلاثة. الأولانية اسمها الاسترنو هايوت، اللي هي دي تمتد من الاسترنا من تحت لغاية الهايوت بون، واللي موجودة عندنا على الناحية التانية بس مقطوعة. خلاص ادي رقم واحد. رقم اتنين الأومو هايوت، اللي هي جاية من هنا دي كلها، اللي جاية من عند الكتف. أومو هايوت. خلاص كده؟ طيب لما بقطع الاسترنو هايوت، لما بقطع الاسترنو هايوت بيظهر واحدة كمان اسمها الاسترنو سيروت. العضلات دي كلها شباب بنسميها الانفرا هايوت ماسلز، والعضلات دي كلها برضو ديب تو استرنو ماستويد ماسل. طيب برضو من الحاجات المثيرة للاهتمام في الديب ريليشنز تو استرنو ماستويد ماسل، لو احنا جينا شلنا هنا الاسترنو ماستويد هنلاقي تحتيه هنا في شريان اللي هو الاحمر ده، وفي وريد. هنبص على الناحية التانية نلاقيهم واضحين قوي، لان انا على الناحية التانية قاطع الاسترنو ماستويد ماسل، فشايف الكونتنت او المحتويات اللي ديب ليها او اللي تحتها قوي. فهنجد هنا فين كبير جدا اسمه الانترنال جاجولار فين، وفين كبير جدا هنا اسمه الكومون كاروتيد ارتري. واخدنا قبل كده ان الكومون كاروتيد ارتري ده بيرجع ينقسم ويدي برانشين، برانش اسمه الاكسترنال كاروتيد ارتري، وبرانش تاني اسمه الانترنال كاروتيد ايه ارتري. ما علينا، انا قبل ما اسيب الرسمه ديت محتاج ان انا اوريك شويه حاجات يعني جميله جدا او مهمه جدا. احنا زي ما قلنا احنا عندنا هنا الهايوت بون، تمام؟ في عندك برضو تحت هنا الكارتريج دي اللي هي اللي اسمها الثيرويد كارتريج، خد بالك، ودي اللي احنا بنسميها اللي هي تفاحة ادم. تحت شوية تلاقي هنا غدة مهمة قوي اسمها الثيرويد جلاند، غدة الثيرويد. طيب برضو هنجد هنا مجموعة العضلات اللي هي بنسميها الاسكاليني، احنا سمعنا عنها قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، واخد بالك، الانتيريور اسكاليني والميدل اسكاليني والبوستيور اسكاليني. شوف اللي هم الثلاثة دول، بص الانتيريور والميدل والبوستيور اسكاليني. والاسترنو ماستويد ماسل زي ما قلنا بتعدي على الانتيرور وميدل، البوستيرور بيبقى بعيد عنها ما بتبقاش معديه عليه، وده قلناه في اول فيديو خالص في الماسلز اللي تحت الاسترنو ماستويد. فاتكلمنا على انه الانتيرور والميدل بيبقوا تحت الاسترنو ماستويد، بينما البوستيرور بتبقى بعيده. خلاص برضو من الملحوظات المهمه قوي الفين والارتري، عشان مهمين قوي مشهورين جدا. الفين ده بنسميه السب كليفيان فين، وده بيبقى تحت الكلافيكل، يعني عشان اشوفه لازم ان انا اكسر العظمه دي اللي احنا بنسميها دي الكلافيكل، فالفين ده بنسميه السب كليفيان فين. اما الشريان اللي ورا ده بنسميه السب كليفيان ارتري. بندردش بس مع بعض، بندردش سب كليفيان ارتري. هنجد برضو من الحاجات المهمه قوي انه السكالنس انتيرو ده بيقع ما بين السب كليفيان فين والسب كليفيان ارتري، فده سؤال ممكن يبقى ام سي كيو حلو قوي، انه السب كليفيان فين انتيريور تو سكالنس انتيرور، بينما السب كليفيان الارتري بيقع بوستيريور تو سكالنس انتيرور، او السكالنس انتيرور بتقع ما بين السب كليفيان فين والارتري. بس خد بالك دايما ان الفين او الايه او الوريد هو الايه اللي بره. بص الناحيه الثانيه هنا اهو كاتب الاسماء اهي، اهو سب كليفيان فين وسب كليفيان ايه ارتري، والاثنين تحت الكلافيكل. برضو من الحاجات اللي انا عايزك تشوفها في الرسمه ديت الايه التراكيه، الايه التراكيه. طبعا زي ما قلنا طبعا دي الاسترنو ماستويد، مش كده؟ نتعلم كده. دي اللي هي الاسترنو ماستويد ماسل، صح؟ هنا اللي ورا دي بقى اسمها ايه؟ الترابيزيوس ماسل، الترابيزيوس ماسل. يبقى دي الاسترنو ماستويد ودي ترابيز، واللي في النص ده بقى هو البوستيرو تراينجل، بس هو مش باين قوي، بيبان من الجنب اكتر، يعني هو ما بيبانش من قدام قوي. خلاص كده؟ ده بنسميه ايه؟ البوستيرو تراينجل. اعتقد ديت الرسمه دي كده تعتبر ايه؟ يعني اتاخد التفاصيل كتير جدا فيها، وهنعيد لسه الرسمه ديت مره واثنين وثلاثه واربعه. طيب